سويت له بلوك، ماكو داعي للحكي هذا يعني. الله بالخير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون وكل المحبة نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع قصة المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة ياريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية، واللي عنده أي موضوع أي تعليق أي قضية مناشدة مشكلة أيضا يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. إذا كان محتاجة إلى متابعة إن شاء الله يتم إرسالها إلى مراسلين لمتابعتها. إن شاء الله يبدي من أخبار المدينة موضوع إحنا تابعنا صار لنا أكثر من شهر، موضوع رواتب صحتنا ينوى. القضية إحنا صرنا هسه في إحراج، وأنا حكيتها بالأسبوع الماضي انه موضوع الرواتب، رواتب منتسبي صحة نينوى اللي صار لهم اشهر بعد عودتهم الى مدينتهم وتحريرها لحد الان يطالبون بصرفها لكن دون فائدة. مرة مرتين ثلاثة اخذنا اتصالات من دائرة صحة نينوى، مدير الصحة ليت حبابة، واكد لنا انه ما يقدر ينطينا امنيا، ما اعرف هذه الحجة الذريعة اللي هم متمسكين بها دائرة صحة نينوى، ويقولون ان القضيه قضيه امنيه بحته، ما نقول لكم يمتى بس ان شاء الله قريبا. هاي اول شيء. بعدين اتصلنا بي ورا اسبوع قلنا له يا بش قد، قال يعني ان شاء الله فد اسبوع. ورجعنا مره اخرى احنا طمنا المنتسبين وقالوا ما يخالف. اخر شيء احنا بالاتصال يمكن الثالث اللي يتذكرونه للمتابعين القضيه، احنا ما تحملنا ايضا حالنا حال المنتسبين، يعني احنا وضعنا نفسنا بمكانهم وقلنا انه ماكو رواتب معناتها انه الناس شلون تدفع إيجار؟ شلون تنطي رواتب المولدة؟ شلون تمشي حياتها؟ شلون إذا أكو أطفال؟ شلون وشلون وشلون؟ وإحنا في وقتها مثل ما قلنا وضعنا نفسنا بمكان المنتسبين. طيب هسه حالياً الناس يقول لك خلص الأسبوع، خلص الوراء، وخلص الوراء. أحد المنتسبين قال لك إحنا لازم نسوي فد التفات لنفسنا، فأنا راح أحرق نفسي أمام مبنى الدائر يوم الأحد إذا ما تم تسليم الرواتب، عسى والعال إنه وزارة الصحة مجلس الوزراء يلتفت لكم للبقية، يعني أنا راح أسوي شيء شرارة كما فعلوها وبدأت الربيع العربي، وعسى والعال إنه نغير فد شيء، خلص أسوي هذا الشيء لأنه إحنا صار لنا أسابيع أو أشهر نلطم ماكو أحد يسمعنا. فهذا الشخص انتشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلوا الى اهل المدينه وقالوا دخلوا، حتى احنا بنص الليل بدينا نتواصل مع الشاب احمد حسام الدين حتى يعني نهدئ القضيه ونقول له احنا راح نتدخل وراح نحاول نكون حلقه توصل بينك وبين دائره الصحه. احنا ويانا احد المنتسبين اللي هو احمد حسام الدين اللي انتشر موضوعه، وراح نشوف احنا هو كيف نشر على صفحته الشخصيه على الفيسبوك خبر او شرح أو أنه هو ليش يريد ينتحر ويحرق نفسه أمام دائرة الصحة. وإحنا لازم يعني طبعا هو هذا مو حل، لكن هذا الشخص كل الناس سواء منتسبين أو حتى من غير محافظات وصلت إلى أهل المدينة حتى يقولون تدخلوا بالقضية وحاولوا أنه تحلون الموضوع بأقرب فرصة ممكنة كونكم أنتم تبنيتم قضية رواتب صحتنا. نينوى إحنا ويانا الأخ أحمد حسام الدين، وإن شاء الله خير. إحنا ما نتمنى أنه نبدي بداية نحكي بموضوع حرق وانتحار ومن هذا الأمور، لكن نريد إحنا نوصل إلى حقيقة معينة أو نوصل إلى حل لحل هذه الأزمة. مرحبا أخ أحمد، ونشكر انضمامك إلى أهل المدينة وتواصلك معنا. أهلا وسهلا سيدات الأهلين ومرحبا بكم. حياك الله. أشكر تواصلكم. نعم حياك الله. قناة الشرقية. نعم هذا واجب. معي. نعم. طبعا قناة الشرقية مواصلة ومواقفة معانا من بداية التحرير يعني. نعم. أول تحررنا احنا صارنا سنة متحررنا. أنا تحررت 17/11/2000
16. نعم. اليوم سنه واكثر من سنه اللي تحررت. واول ما تحررنا احنا رحنا فتحنا المركز الصحي القريب من عندنا. نعم. سوينا طوارئ وواكبنا حتى القطاعات العسكريه في اخلاء الجرحى. وما سالنا على راتب او سالنا، قلنا الدوله في حاله حرب في حاله، انطيناها فتره، بعد فتره جاء التصريح الامني. نعم. مواقفنا الامنيه سليمه. قلنا لعله انه نستلم رواتب. وزعوا وجبه. بعدين قاموا يراوغون بعض الوجبات. نعم. قلنا هم يخالف نطيها فنتك. بعد فتره من الزمان احنا، انا بالنسبه لي احكي عن نفسي وعن بقيه اخواني الموظفين، احنا 24,000 موظف. نعم. يعني 12,000 احنا اللي داخل الموصل اللي كنا مجبرين في وقت داعش. نعم. يعني انا في وقت داعش ما داومت، وداعش سجنوني، وليش ما داوم وليش صرت معارض لداعش. طيب. المهم احنا 3 سنوات انا شخصيا ما دافع ايجاري. وهسه هاي سنه ابو الايجار بعد ما يصبر لي، قمت امشي بالشارع الديانه يهينوني يسمعوني كلام ما محترم، واني موظف، موظف دوله. صح. يعني ضاقت بنا السبل بحيث انه احنا بعد ما صار غير محترم. طيب. ليش باقي عايش؟ طيب الحياة؟ اسمح لي كونك عايش. طيب انا وياك، بس احنا ما نرد يعني نوصل الى هذه هذا يأس، وانت راح تترك اكيد عائله، وهذا وضع صعب جدا، يعني انت راح تخسر دنيا واخره. انا اتمنى انه انت تلغي هذه الفكره تماما، واحنا لازم نوصل صوتكم الى الجهات المعنيه. بس انت، احنا نريد نعرف كونكم منتسبين، هل تشكون بدائره صحه نينوى؟ لو الوزاره جاي تماطل، من الذي يماطل في عدم دفع فلوسكم المتاخره اللي صار لها اكثر من سنه؟ أنا أقول لك من الماضي. أنسى أنت نينوى، صلاح الدين، الأنبار، كلهم كانت محتلات من قبل داعش. نعم. ليش ماكو مشاكل في دائرة صحة صلاح الدين؟ ليش ماكو مشاكل في دائرة صحة الأنبار؟ نعم. إذا الخلل من دائرة صحة نينوى. أها. شنو هو الخلل طيب؟ هم قالوا الأسماء. الخلل. كملوا هذاك الاسم. الخلل. طيب. الخلل هناك بعض المحاسبين أو رؤساء الأقسام. نعم. متلاعبين. نعم. بالقوائم لأغراض ومنافع شخصية. أها. لا يعلمها إلا الله الراسخون في العلم. طيب، يعني شو تتوقع؟ خلينا نحللها احنا، المحاسب شنو يستفاد بالتاخير؟ يعني هو مستلم الفلوس ويريد يتلاعب بيها مثلا بالبورصه مثلا، شو يريد يسوي؟ يشتري بيها يبيع؟ احنا طيب احنا تعرفين شلون ست اني صار لي اكثر من شهرين اطالب وعينوني هم الموظفين، يعني متحدث رسمي باسم المتظاهرين. طيب. فجينا وظهرنا امام الدائره، مدير الدائره قال لي خلال 10 ايام اذا ما وصلت رواتبكم استقيل، يوم العاشر جاب رواتب الوجبه الخامسه. اها. طيب. نعم. أه. بعدها طلع تصريح، قال بالتصريح انه انا هسه راح اوزع رواتب، تصحون تناموا تلقون الرواتب وهدانا. وهاي همينا اكثر من اسبوعين احنا ناخذ وعود كاذبه من دائره صحه نينوى. وهناك مساومات داخل دائره صحه نينوى، انا اعلنها على مسؤوليتي. نعم. هناك مساومات وهناك كواليس خطيره تجري داخل دائره صحه نينوى. لتاجيل وتسويق توزيع رواتب الموظفين. أه. لغايه لا يعلمها الا هم. طيب. ولكسب الوقت. هاي هسه المفروض انه هاي الوزاره ستسمع القضيه، وزاره الصحه، باعتباركم ما معقول لحد ما وصل الصوت، احنا صار لنا شقد نحكي بالقضيه. الان هم بعد ان كانوا يتذرعون بوجود اخطاء، ووجود قوائم خطا، ووجود اسماء، ووجود دواعش. نعم. يتذرعون ب ماهيه نقل المال من بغداد الى الموصل. هذه من عدا هذه المشكله، احنا عندنا مشكله اكبر عويصه. نعم. وهي عندنا رواتب حزيران 2014. مصروفة وما تحتاج إلى كل هذه الضجة. أها. أنا وياك. طيب شلون عدد المعلمين جاي يستلمون، المدرسين، يعني التربية جاي توزع رواتب، التعليم العالي، غير البلدية، المرور، كلها جاي توزع الرواتب، الكهرباء. النسيج أبسط مثل. الأستاذ. نعم. محمود دخيل. نعم. راح تدين، راح وانطاهم كل حقوقهم مع العلم أنهم ما عندهم دوام. صح. أنتم جاي مستمرين بالعمل. طيب هسه حاليا انتم باكر ان شاء الله راح تكون عندكم تظاهره امام الدائره. نعم. نعم. طيب احنا تظاهره امام الدائره. تمام. احنا باكر ان شاء الله، بس فكره الحرق هذا، انت هسه متحدث باسم المتظاهرين، لا تخذل جماعتك. نعم. واصدقائك وتنسحب من الحياه، يعني واحنا ان شاء الله يوصل حقك، بس من تنسحب يعتبر هذه نقطه ضدك، تعتبر نوع من الياس والخضوع والقنوع، لازم يبقى انت صوتك عالي وتبقى انت ويا اصدقائك. نعم. ومساندهم، وباكر كاميرا اهل المدينه تكون. نعم. ترافقكم. احنا نريد من عندك وعد انه القضيه تلغيها تماما، الفكره تلغيها، تنزل هسه منشور وتقول يعني انه اهل المدينه تدخلوا بالقضيه، وباكر يعني حتى لا حد يقول لك ليش وليش تراجعت، الموضوع مو تراجع،
الموضوع انه المفروض ايمان بقضيتك انا انت. انا مو تراجع تتعزل تتعزل احنا قضيه انسانيه نعم هسه قضيه انسانيه اكثر شيء انه واحد ما عنده اكل ياكل هسه احنا قاعد تحكي انت لازم يبقى صوتك عالي وتبقى مساند لاصدقائك انا 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 صاحب خمس اطفال حق انا ما اقدر اشتري ولادي احطهم بالمدرسه الله يساعدك في ظل في ظل في ظل دولة مدنية نعم. في ظل حكم ديمقراطي طيب. وطالب السيد رئيس الوزراء نعم احنا هسه كل شخص اكيد احنا نطالب مجلس الوزراء ونطالب مجلس النواب ونطالب وزارة الصحة بالتدخل لحل هذه الاشكال. احنا نشكرك اخ احمد حسام الدين وان شاء الله باشر كاميرا اهل المدينة ترافق التظاهرة الى ان يتم حل هذه المشكله ويا وزاره الصحه منتسبينك هذول يا دائره صحه نينوى كافي اذا كان بها لعبه هم خلصوها يعني الموضوع ترى صار كلش يعني ماسخ كافي قنطوا الناس رواتبها ولعبوا بغير رواتب ما يصير يعني هسه الوزاره تقول لك انه مو مسؤوليتي مسؤوليه الجهات اللي تنقل الفلوس اللي هي بنك المركزي وغيرها من البنوك اللي الدوله مخولتها بنقل رواتب الموظفين في كل محافظات العراقيه لكن اليوم العمل موجود او الصوت لازم يوصل الى دائره صحه نينوى ومجلس محافظه نينوى باكمله من اجل انقاذ ارواح الالاف اللي سمعنا 24000 موظف على هذه الرواتب اللي ما اعرف كم فلس راح تطلع لهم او كم دينار نتمنى انه حلها باسرع وقت ممكن حتى نتفادى كل هذه المشاكل وكل هذه الاحداث. نروح لموضوع اخر راح نروح الى صلاح الدين بالتحديد منطقه يثرب. قبل يوم او يومين كانت هناك حادثه بشعه جدا اللي نفذها حسب ما ذكر بالتصريحات انه زوجها واخرون مع زوجها، لكن انه الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا والصور احنا ما راح نعرضها لبشاعتها ولبشاعه المنظر وما نريد انه نرعب المشاهدين اللي ما شافوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بفضل القوات الامنيه اللي موجوده في سامراء وفي صلاح الدين عموما القوا القبض على المجرمين والمتهمين بهذه الجريمه الشنعاء ضد الانسانيه وضد المراه العراقيه وضد كل انسان على وجه هذه الكره الارضيه، نتمنى اليوم فعلا انه القوات الامنيه تبقى مراقبه وتبقى انه عيون ساهره من اجل انقاذ العديد من الارواح بسبب هذه المشاكل و الظواهر السلبية اللي أطرأت أخيرا على المجتمع العراقي. هذه الظاهرة وإن كانت الأسباب عائلية خلافية ما أعرف أنه مهما كانت الأسباب المفروض نبتعد عن كل هذه المشاكل وحسب ما يقال أنه الزوج هو كان كاتب عدل يعني كاتب العدل بدرجة قاضي لكن لا يحكم بالأمور الجنائية بل أنه فقط بالأمور العقارية ويعني فاهم ودارس فما المفروض أنه يوصل لهذه المرحلة من الجرم والبشاعة اللي نفذ بها هذه الجريمة الشنعاء. احنا راح نشوف تصريح لقائد عمليات سامراء وبعد اكمال التحقيقات راح نشوف ايضا شنو دوافع الجريمة وما هي اسبابها اللي وصلتهم لفعل هذه الجريمة. اكيد ليس فقط هو من شارك بقتل المرأتان بل فقط انما اخرون ويا كانوا داخل هذه الجريمة. راح نشوف هذا التصريح وايضا بعد التصريح ان شاء الله يوم غد اذا كمل التحقيق راح يكون اكو تقرير مفصل حول الحادثة البشعة اللي حثت في يثرب. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مبالغ الأسى والألم، حقيقة تم تنفيذ جريمة بشعة في منطقة يثرب. هذه المنطقة هذه الجريمة في ضمن عائلة واحدة تم تنفيذها من مجموعة من الجنات. قيادة عمليات سامراء بعد وصول هذا الخبر إن شخصيا تم تشكيل فريق عمل من لواء 74 ولواء 43 حشد شعبي وقسم شرطة يثرب وخلال أقل من 12 ساعة تم إلقاء القبض على المطلوبين والمشتبه بهم واللي بلغ عددهم أكثر من 5 عناصر. هاي الجريمة ضمنت قتل امرأتين بطريقة بشعة بالرغم أنه الحقيقة التنفيذ كان بطريقة تشير إلى أكو تخطيط مسبق للقضية. أما فيما يخص أنه الموضوع قد يكون جنائي أو إرهابي هذا طبعا بالدليل أنه فريق العمل الجنائي اللي مسؤول عن دراسة مسرح الجريمة وعن دراسة خلفيات الجريمة سيعطينا دوافع الجريمة سواء كانت إرهابية أو جنائية وبالتأكيد نحن كقوات أمنية حريصين على توفير أجواء آمنة للمواطنين. استطاعت القوات الأمنية برد الفعل السريع ومن خلال غلق السيطرات ومن خلال غلق المنافذ والإبلاغ الفوري عن جميع المنافذ والمطارات من حصر المجموعة ضمن منطقة زراعية نائية وقدرنا من خلال قوة مرتبة أن نلقي القبض عليهم وهذا يحسب للقوات الأمنية وبالتأكيد سيكون للمحققين وقوات الشرطة دور كبير في الوصول إلى دوافع الجريمة
ونحن حقيقة نطمئن المواطنين في كل جنوب محافظة صلاح الدين وبالذات في منطقة يثرب على أنه ستكون القوات الأمنية حريصة وساهرة على أمنهم، ولن نسمح سواء للإرهاب أو للجريمة المنظمة أو لأي عمل إجرامي أن يكون جزء من حياتهم اليومية، وسنحاول جهد إمكاننا أن نعمل بالتعاون معهم على توفير أجواء أمنية مجتمعية في ذلك الأمر. سيادة القائد، يعني التحقيقات الأولية التي توصلتم إليها يعني من خلال القبض على الجنات، يعني مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أنه القاتل هو الزوج فقط، وحتى أنه ذكروا أنه كاتب عدل، يعني كاتب عدل في إحدى الدوائر العدلية في المحافظة. هل هنالك تحقيقات أولية تشير يعني أعداد الجنات وكذلك سبب هذه الجريمة البشعة التي ارتكبوها؟ كل هذه المعلومات سننتظر منها من خلال المحققين، هم الآن في وضع الاشتباه، بعد عمليات التحقيق راح يتأكد إلينا دوافع الجريمة وراح يتأكد علينا طريقة تنفيذها وراح يتأكد عدد الجنات، لكن ما يشير إليه أنه وجود أكثر من عنصر شارك لبشاعة الجريمة ولوجود مشاهدات من قبل المواطنين بوجود أكثر من 3 أشخاص كانوا في ضمن الدار قبل عملية التنفيذ بساعات، وهذه كلها المعلومات قد تساهم المحقق بالوصول للنتيجة. نحن على ثقة عالية بفرق المحققين في شرطة صلاح الدين وفي يثرب، وإن شاء الله مع دعم من قبل استخبارات القيادة قادرين على أن نصل إن شاء الله بوقت قياسي إلى اعترافات مهمة والوصول إلى الجنات الحقيقيين. سيادة القائد، برنامج أهل المدينة سيتابع هذا الموضوع مع جنابكم الكريم والوصول إلى الحقيقة بالنهاية، نوع يعني توعدنا أنه تصريح خاص في هذا. بالتأكيد ستكون يعني قيادة عمليات سامرة حريصة على نشر حقيقة الحقائق الخاصة بالتحقيقات الجنائية فيما يخص هذه الجريمة البشعة، وبالتأكيد ستصل إلى أنظار وأسماع مشاهديكم الكرام. يعني الجريمة ليست بشعة وإنما فوق البشعة، يعني من واحد يقتل شخص يعني بنقول بلحظات يصير هناك تهور بالقضية ويمكن وراها ندم، لكن من يقوم شخص بقتل زوجته وأمها وتقطيعهم قطع صغيرة ووضعهم بأكياس نفايات، هذا معناتها مجرم مع سبق الإصرار والترصد. حسب ما يعني حكى السيد قائد عمليات سامراء يقول هم 5 أشخاص، لكن هو الزوج أكيد وياهم مشارك بالجريمة. احنا راح نبقى متابعين هذه القضية أول بأول حتى تنتهي ونعرف شنو الأسباب، حتى واحد مثل ما يقول هو درس للجميع. فاصل قصير ونواصل مشوار أهل المدينة. مثلما تتميز حبة زيتون واحدة بطعم لا مثيل له، نحن أيضا نقدم لكم ذلك الطعم إلى مائدتكم لنضيف طعما لا مثيل له لأكلاتكم. إن سعادة الجلوس مع العائلة على مائدة واحدة تكون أكبر مع زيتون زير، سعادة لا غنى عنها. زيتون زير، سيد المذاق. وهذا صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، يقدم لكم تجربة لا مثيل لها في الاستحمام، حقا لا مثيل لها. في كل استحمام ستحصلون على متعة نعومة زيت الزيتون. صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، أكبر متعة طبيعية للاستحمام. صابون دورو ناتورال أوليف للحمام، المتعة الحقيقية للاستحمام. طيب نروح إلى ديالة وإلى جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأولى، لا بل هي أيضا بشعة جدا يجوز أبشع. القضية اللي جاي يصير بديالة هي جاي يصير في مدن عراقية، لكن هسه في ديالة صار أكثر من حالة، لذلك قد وصلت إلى ظاهرة وبدت تتزايد، هي موضوع رمي الأطفال حديثي الولادة في العراق. قبل فترة أنتم شفتوا تتذكرون في مستشفى البتول الطفلة التي سميت بتول، وهسه حاليا الحمد لله تم تبنيها، اللي فقدت أطرافها بسبب أنه النمل أكلها لأنه ظلت بالطريق ليلة كاملة. هناك طفلة أخرى أيضا وجدت لكن رميت في السوق في كارتون، تركتها سيدة عرفوها من خلال كاميرات المراقبة أيضا تركت. لذلك أهل ديالة مستغربين ومتخوفين من انتشار هذه الظاهرة. احنا نتمنى أن يكون هناك قانون
أن يكون هناك محاسبة ومتابعة لماذا يرمى الأطفال في الطرق؟ شنو هي السبب؟ من نعرف الأسباب رح نقدر نعالج القضايا. نتمنى أنه هذا التقرير يحظى بالاهتمام من قبل المسؤولين والجهات المعنية والناشطين أيضا لغرض إيجاد حل أو حلول سريعة لإنقاذ الطفولة وإنقاذ حتى المجتمع من مثل هكذا حالات طبعا تحسب سلبية. نتابع. الصبح يعني تعرف كل العمال يطلعون على باب الله الساعة 8 الصبح، أنا جيت على البايسكل فولا صديقي قال أقول لك أسمع صوت بالكرتونة، قلت له عمي قول الله يستر خاف شيء، قال لا والله أحس طفل وأنا أي بهذا الباب بالكرتونة، يعني قلت له شنو طفل؟ قال دي تعال نشوف، إحنا صراحة خفنا يعني نتقرب على الكرتونة، يعني قلنا خلينا نشوف يعني هو بكان عملنا هنا أي ف. جينا لقينا طفل بالكرتونة، شنو طفل بالكرتونة؟ وين أمه وين أبوه؟ معقولة ناسي بالليل ذبوه ما حد يعرف، التمت العالم صارت هوسة، طفل بالكرتونة ويبكي زحمة عمره يومين، المهم ظلنا ما نعرف بس هو طفل صغير رضيع بعده أي حديث الولادة. زين قلنا شو نسوي؟ نروح نبلغ الشرطة؟ صراحة يعني جبنا من الشغلة. المهم فتعرف التمت العالم صارت هوس، وهذا يقول طفل هذا يقول لا تتقرب هاي دير بالك وين امه وابوه، ناس تقول شفت المره ذبيناها، تعرف هسه على الفيس يعني اشتهرت الشغله، ناس تقول امراه طلعت منها، ناس الكاميرات هسه هوايه موجوده. المهم ظلينا متفاجئين شو نسوي، نشيله نعوفه ونروح نبلغ الشرطه؟ قلنا يا خلينا نبلغ الشرطه يعني احسن شيء. بلغنا الشرطه جوي تعرف الخيرين هواية، فناس تبنوا قالوا يا أبا إحنا نتبنى تعرف شيء يعني أجربي طبعًا. والحمد لله بس هاي الشغلة يعني صار هواية يعني هاي صار ثالث مرة بالمحافظة تصير، يعني طفل أما يومين الذبوب الكرتونة بالبرد وطلعون الله يقبلها محمد، ما يصير هيك. زين شنو ذنب الطفل هذا؟ تبنوا أمه وتبنوا يعني رجال ومرأة بعد 20 سنة، يعني تعرف هسه راح يصير عليه فد ختم، نقول يا بعد 20 سنة شو يقول؟ يعني امك يقول له العالم تحكي قوله مثلا يا ابي امك ترى انت لقوك بالكرتونه، يعني هو ايش يصير؟ انت من ذبيتي بالكرتون لعد ليش خلفتي 9 اشهر خوما من الاول ذبي؟ يعني ما يصير، حرام عليها. البارحه طفل لقيناه بكرتونه الساعه 7:30 ذبوه ونهزموه طفل، وصار ثالث حاله بعقوبه بدياله اي، فامرأة ذبتها وطلعت عمرها ساعات طفل خطيه ويبكي، يعني هو ولد لو بنيه ما اعرف بس هو طفل اي طفل ذبوه وراحت المرأة انهزمت، فبعدين بلغنا الشرطه جت شافتها وودوه للمستشفى زين، وولد تمناه اخذه، يعني ولد تمنى الطفل ولد اخذه قال انا ما عندي خرفه فاخذت مناه. شلون شاف الحاله الطفل؟ يعني احنا صحنا خبرنا الشرطه فجاوب الشرطه وجاب الشرطه وجا فقلنا معها حاله فاخذوه وراحوا. وهاي شلون صارت هاي الحاله؟ يعني البارحه الساعه 7:30 كامل الساعه 7:30 الصبح ذبتها بالكرتونه مال الزباله، كرتونه بها نفايات ذبتها وراحت. نعم. هي اصلا ذبت شوي اللي غاد فشافت العالم استحت خافت من العالم ذبتها بهذا المكان ذبتها وراحت. هاي صار شفتوها هاي اللي ذبتها؟ اي بس الكاميرات ما صار وجهها بس لابسه عبايه امراه. تم العثور على طفل في عمر أيام، هذا الطفل مرمي في قارعة الطريق قرب أحد المحلات على اعتبار كنفايات موضوع في كارتونة. هذه الظاهرة ظاهرة معيبة، ظاهرة سلبية يعني وغريبة على مجتمعنا. اليوم احنا بالنسبة لمدينة بعقوبة ومحافظة ديالى وكل محافظاتنا
يعني المفروض أن هناك اهتمام ورعاية بالأطفال، وأيضا بالنسبة كمؤسسة أمنية تم تسليمه إلى مركز الشرطة وتم تسليمه إلى المخبر بقرار قاضي، بأمر القاضي بتسليمه إلى المخبر وهو أستاذ جامعي حسب ما أخبرنا. هذه الظاهرة يجب أن يسيطر عليها من خلالكم كوسائل إعلام، ومن خلال الوقف الديني، الأوقاف الوقف السني والشيعي، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وكل قادة الرأي هم تقع عليهم مسؤولية كبيرة بالتوعية بمخاطر هذه الظاهرة. وبالنسبة نعتقد أنه لو كان يسلم إلى دار الدولة أفضل من أن يسلم إلى المخبر، يعني من الأفضل أن يسلم إلى دار الدولة، لكن هناك حتى هناك من يتابع بالمستقبل، يتابع هذا الطفل هل تم تسليمه بأيدي أمينة أم لا. يعني مثل ما شاهدنا أنه هناك تخوف كبير من قبل أهالي ديالة لانتشار أو لازدياد هذه الظاهرة، والقضية هي فعلا بدأت تزداد حتى عندنا في العراق بشكل كبير. ونتمنى أنه يتم من خلال كاميرات المراقبة التعرف على السيدة ومحاسبتها، فتح تحقيق بالموضوع ومعرفة من هي وما هو وراء خطايا الطفلة وصلت إلى المستشفى أو نقلوها للمستشفى لتردي حالتها الصحية بسبب البرد. يعني فكر، ترى هاي بشاعة، هذه جريمة بحق طفل لا ذنب له، حتى لو كان هو ليس لديه أب وأم معروفين. هذه دناءة، وهذه يحاسب عليها القانون، وبالآخر أيضا تحاسبه. نتمنى أنه تنتهي هذه الظاهرة وما نشوف مثل هكذا ظاهرة تتزايد عندنا في بلدنا للأسف، اللي ما كان يعاني مثل هكذا حالات. أنا بهاي القضية كلها أنه دائما أحكيها أنه شيء واحد محيرني، شلون قدرت أنه تشيلها ببطنها 9 أشهر وبعدين ترمي؟ زين ليش ما من البداية، إذا أنت خايفة من عنده أو أنت خايفة من أهلك، ليش ما ذبيتي من البدايه؟ ليش ما رحتي للمستشفى وراجعتي اقرب طبيب نسائي، طبيبه نسائيه، حتى نتخلصي من القضيه؟ ليش 9 أشهر؟ زين بهاي 9 أشهر انت وين كنتي مختفيه؟ ماكو اهل اللي يسالون وين هاي مختفيه، وين مسافره، وين جتي، ماتت، تمرضت، ما اعرف. يعني الموضوع غريب، يا ريت انه فعلا تكون اكو توعيه من قبل الاهالي حول هذا الموضوع، وايضا من قبل المجتمع عامه، حتى نخلص من هذه القضايا الدخيله اللي دخلت على المجتمع العراقي واللي بدات تسوي سمعه المجتمع العراقي بالهاويه، واحنا هذا اللي خايفين من عنده. نتمنى ان نشاهد كل الاشياء الجميله والظواهر الايجابيه الجيده بمجتمعنا، حتى نرتقي حالنا حال بقيه دول العالم اللي موجود بها كل وسائل التطور والتكنولوجيا والتقدم، لكن للأسف احنا في بلدنا نرجع بسبب هذه الظواهر الدخيلة. نروح لموضوع آخر، نروح إلى وزارة الصحة، وهالمرة وزارة الصحة مشاكلهم كثيرة وما توقف عند حد. قبل أيام في خبر لهم وفرحوا وملوا مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيون اللي هي أبواق لهم، أنه انطوا 100 مليار أو 10 مليارات أو 100 مليون على ما أعتقد، أنه 100 مليون انطوها من أجل إصلاح سيارات الأسعاف بالمستشفيات العراقية. طيب هذه 100 مليون ما أعتقد أنه كل سيارة تطول بالإصلاح 10 أيام و20 يوم و30 يوم، إصلاحها بسيط جدا، يوم أو يومين يكتمل. زين المقطع الفيديو اللي راح نشاهده واللي وصل لنا من السماء وفي مستشفى الحسين التعليمي، أنه أحد الأشخاص أجرى عملية قطع طرف من جسده، لكن انه يريدون سياره اسعاف تنقله من السماوة الى النجف، او النجف ما يقبل يستقبله وما عنده سياره اسعاف يرسلها الى السماوة، وبالسماوة سياره اسعاف وحده وما يطلعوها. زين الميت شنو ذنبه؟ ومن هو صاحب الامر على خروج سياره الاسعاف من المستشفى؟ لا يخلون سياره تدخل لكراج المستشفى، ولا سياره الاسعاف اللي هي مختصه او مخصصه لنقل المرضى من منازلهم الى المستشفيات ومن المستشفى الى المستشفى. لكن اليوم سياره الاسعاف صارت بس ديكور، واقفه باب المستشفى، حتى انه على الاقل يقولون هذه المستشفى عندها فلوس. اما موضوع سياره الاسعاف دائما ما نشوف انه يعطون فلوس، او سائق سياره الاسعاف يتفق مع المرضى حتى انه ياخذ فلوس يطلعها من جراج المستشفى. خلينا نشوف مقطع الفيديو وخلينا نشوف الشخص اللي حكى بتفاصيل مهمه على مستشفى الحسين التعليمي. حتى ممنوع اطبس تاكسي شيله، اسعاف هاي واحده واقفه ما عندهم، بس هاي واحده هاي، لا ابو النجف يرضى يستلمه ولا ابو السماوي يجيب له اسعاف، ما لنا علاقه. شوفوها وين صايره هاي،
يكلموه شوف اسمه هو اسعاف ما عندهم اسعاف ماكو اسعاف مينكو اسعاف ماكو ودور التاكسي ما يخليه يطب جوا ورجله مقطومه والتاكسي ما يخليه يطب جوا شوفوا هو هاي مستشفى السماوة شوفوا السيارة ما يخليه يطب جوا ممنوع السيارة طب جوا بقى السيارة ولا ابو النجف يرضى يستلمه ولا ابو النايف طلعوا له سيارة معه وشون طبوا تاكسي تاكسي الحكومة والله فشلة طيب مثل ما شاهدنا احنا قبل فترة كان هناك خبر رافد اذا تتذكر موضوع الاسعاف هناك 100 مليون انه صرفوها من وزارة الصحة من اجل صيانة سيارة الاسعاف وعادتها للخدمة ما اعرف يعني طيب احنا نروح الى قضيه اخرى ايضا امام انظار وزاره الصحه هناك رساله وصلت لنا ومناشده من مستشفى الامل الوطني يقولون احنا اللي ياخذون جرع كيميائي يحتاجون الى دواء معين راح نشوفه امامكم بالصوره هذا الدواء موجود بالمخزن لكن من يجون ما يصرفونه ما يطلعونه من المخزن يقولون روح اشتروه من برا يقولون ومن ضمن الكادر يعني المواطن يقول او المريض يقول احنا سالنا واحد من الكادر حكى وقال لا موجود هو موجود بالمخزن او بالمخازن موجود عندنا متوفر لكن ما يطلعونه اعتقد ينتظرون ينتهي تاريخه وبعدين يرمونه او يبيعونه سوق سوداء احنا هاي تاليه بعدين من يصير ماكو نهايه سنه ويجون يشوفون من التالف هذا تالف ذبوه اغلب الادويه ترمي تنذب او تنباع سوق سوداء زين اذا هي بالمخزن طلعوها خاصه اهل الكيمياوي محتاجين الى الدواء محتاجينه وهذا غالي نتمنى أن وزارة الصحة تتحرك إلى مستشفى الأمن الوطني والبحث وفتح تحقيق بالقضية يعني طيب. موضوع الأدوية ونقص العلاجات اللي هي خاصة بمرضى سرطان والدم الوراثي والثلاسيميا وغيرها من الأمراض اللي يعانون منها مرضاها ولكن للأسف أن وزارة الصحة ما أعرف ليش غير قادرة على تزويدهم بالعلاج اليوم موضوع آخر أيضا نضاف لهذه العلاجات اللي هو علاج هرمون النمو اللي الناس بدأت تعاني من عنده أكو صورة للعلاج ياريت أن وزارة الصحة يشوفوها والشركة المخصصة بتجهيز وزارة الصحة بنسبة 80% من أدويتها أنه توفر هذا العلاج وتنطي لوزارة الصحة وتقول لهم خلص أنه روحوا انطوا للناس لأن هذه الرسالة اللي وصلت لنا وهذه المناشدة أنه صار عندها ابنها 5 أشهر صار له بأحدى مستشفيات مدينة بابل زين ولحد هذه اللحظة ما قدروا يوفروا لهم هذا العلاج إضافة إلى هذا يقول لهم روح اشتروه من الصيدلات الأهلية زين ليش بالصيدلات الأهلية موجودة وبالمستشفيات الحكومية والصيدلات الحكومية ما موجودة سعره 200,000 ويكفي لعشرين يوم فقط زين كل 20 يوم 200,000 الموظف شي يصير المواطن شي يصير زين رواتب ماكو تقشف اكو فرص عمل معدومه بطاله بدات تزداد الام ربت بيت منين يجيبون يعني المفروض انه وزاره الصحه انه هي اللي توفر العلاجات وان كان غالي 200 250 300,000 هاي مسؤوليه وزاره الصحه ومسؤوليه الشركات اللي متعاقده وياها زين انت اذا متعاقده ويا شركات ما تنطيش بالاجل ليش تبقي متعاقده وياها اكو 100,000 شركه دوليه انه تنطي بالاجل اشتروا من عندهم بالاجل وعندنا ما شاء الله نفط هواي رهن النفط العراقي من اجل انقاذ ارواح المواطن بالعراق وخاصة الأطفال زين أطفال مرضى السرطان يعانون الهوموفيليا يعانون الدم الوراثي ثلاسيميا اليوم هرمون النمو زين شنو اللي متوفر عندنا براسيتول يمكن حتى البراسيتول راح يقولون بعد كم يوم ماكو اللقاحات كلها دائما نعرضها في المدينة كلها كسبار ومنتهية زين شنو اللي عندكم ما أدري لا بنى تحتية بالمستشفيات لا أسرة لا مصاعد لا سيارات إسعاف ولا علاجات يا ريت أنه سدون كل المستشفيات وتخلون الناس تحير بأمرها حتى أنه فعلا نقول وزارة الصحة معدومة وما عندنا ولغت من قائمة الوزارات العراقية طيب هذني الثلاث اخبار او ثلاث مواضيع هي امام انظار وزاره الصحه نتمنى ان يكون هناك رد حول الموضوع ولو احنا من نحكي بقضيه تخص الوزاره ما حد يحكي بس من نحكي احنا تخص شخصيه معينه لا يتصلون يقولون نريد الرد طيب نروح الى موضوع اخر يخص وزاره التعليم العالي وتعرفون قبل يعني ذاك الاسبوع احنا عرضنا مشكله تخص القسم الداخلي في نينوى في جامعه الموصل ف صار هناك تشجيع من قبل الطالبات اليوم وصلت لنا صور من بعض الطالبات في القسم الداخلي لمجمع ابن سينا الموجود في باب المعظم للجامعة المستنصرية وراح تشوفونها واقع منتهي مو مزري فوق المزري يعني اليوم شفنا جريمة فوق البشعة اليوم احنا جايين نشوف صور هسه حاليا نعتذر حتى عنها شيء لا يمكن قبول لا يمكن استيعابه شنو الوساخة احنا نعرف
انه هناك وجبه كانت قديمه لطالبات استخدموا القسم الداخلي، لكن مو معناتها وخلينا نقول هم وسخين قدرين السماء اي شيء، بس من يجون يستلمون الطالبات الجدد المفروض يكون هناك تنظيف شامل. هذا على عاتق الوزاره، هي تطل البنات مجلس محافظه ما يتعاونون بيناتهم، لازم يكون هناك اكو لجنه مختصه تقوم بتنظيف وتبديل كل الاشياء وتسليم عهده للطالبات، يوقعون انه صوروه يا بنت استلمتوا المكان نظيف، احنا ناخذه منكم اخر يوم من البنات يسلمون المفاتيح بعد ما يخلصون السنه الدراسيه اجي احاسب. ما بها شيء، هذا القسم الداخلي هو بيت الثاني، خاصة للبنات المفروض يكون يلمع، يعني بنات ومجموعة بنات وناس تروح للدوام وترجع لاكو أطفال تخرب وتزعب هذولي بنات المفروض يكون أنظف من القسم الداخلي خاص بالولد، بس هذا المكان لا يمكن حتى الحيوانات ما تعيش به، فالمفروض أن يكون هذه الصور ترسل إلى وزارة التعليم العالي اللي قبلهم يتحاسبون الطالبات. ما معقولة أكو هالشكل، ما معقولة طباخ ما شايف فد يوم التنظيف، يعني أصعدكم دراسة وأنتم عايفين أهلكم بس انتوا ببيوتكم ايضا تنظفون الطالبات، يعني ما اعتزاز. احنا عندنا ويانا احدى الطالبات، نريد نعرف هم استلموه هالشكل زين، شنو المجاري طافحه، شنو يعني ما وضع. طيب احنا ويانا هسه احدى الطالبات اللي راح تحكي لنا عن القضيه، عسى ولعل صوتها يوصل للجهات المعنيه ويتم فتح تحقيق على الاقل من لهذا واحد جاي يخرب الطرف. يعني هاي باختصار، احنا ويانا مثل ما قلنا احدى الطالبات عبر الهواء نسمعها هسه حاليا وتحكي لنا عن هذه الصور اللي وصلتنا من قبلهم مثل ما قلنا مجمع ابن سينا اللي هو القسم الداخلي للطالبات في باب المعظم الخاص بالجامعه المستنصريه. اهلا بيك وشكرا لانضمامك وشكرا لثقتكم باهل المدينه. اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب احنا معكم طالبه من قسم داخلي مجمع ابن سينا اللي هو تابع للجامعه المستنصريه. طيب انا واحده من الطالبات قسم داخلي. طبعا احنا كلش دا نعاني حاليا بالقسم الداخلي، لانه كل شيء ما متوفر لنا من خدمات، يعني ابسط خدماتنا ما متوفره. احنا كل طالب بينا دافع 150,000، لو احنا مأجرين بيت، لو فد 10-20 مأجرين بيت يمكن حالتنا احسن، يعني احنا هسه ندمانين على 150,000 اللي منطينهن، تعرفين احنا كل واحد بينا الى ظروفه خاصه، شنو احنا ما عندنا غاز حتى نطبخ، شنو احنا طباخ اربع عيون نحجز قاطع كله 500 طالبه يحجزون على طباخ اربع عيون، وحده تشتغل ووحده ما تشتغل، احنا وين عايشين؟ ليش هذا الظلم اللي جاي نعيشه احنا؟ حمامات ما نقدر نسبح، هيك اريد اقولها لان وصل الموضوع حده، زين البيبان مكسره، مي ماكو، يعني هو القسم صح قديم بس اهمال مو طبيعي. طيب يعني انتم من استلمتوه؟ طيب ادامه يحتاج صيانه وادامه، طيب انتم من استلمتوه هذا وضعه؟ احنا اول ما دخلنا على هيك وضع. طيب مي حار ماكو، قسم كلش تعبان، زين نعم. طيب حاولتوا توصلوا؟ طيب مو اكو غسالات قسم داخلي. طيب 500 طالبه، بلي 500 طالبه، تعرفين ايش كم غساله عندنا؟ عندنا بس اربعه، وحده تشتغل منهن فقط. طيب وحده. طيب وصلتوا للمسؤوله؟ 500 طالبه. طيب يعني اسمعي نعم، وحده تجفف بس. طيب وصلتوا صوتكم للجهات المعنيه؟ اكو مو اكو مسؤولين على القسم الداخلي؟ وصلتوا صوتكم؟ احنا مقررين نروح للجامعه، بس قبل لا نروح اجانا المدير حكى ويانا، المدير ده شلون يطالبنا حتى احنا ما نشتكي؟ طيب عرف انه احنا راح نطلع مظاهرات، وصلنا خبر انه احنا مقررين مظاهرات. طيب اجى هو حتى شنو؟ حتى يهبطنا، زين؟ طيب. اجى قال اني راح اسوي لكم هيك واسوي لكم هيك، وقفت قلت له دكتور احنا ابسط خدماتنا ممكن يجيبوا لنا غاز، احنا ما جاي نقدر حتى جاي ناكل برا. طيب. احنا اقسام داخليه صح. كل واحد من عندنا طيب مصرفه محدود، كم دوب يعني اليوم باكر عقبه الى متى؟ طيب. احنا طيب لا ماكو اصلا من غير ما تحكين، هي الصور حكت يعني كل اللي بداخلكم،
احنا راح نبقى متواصلين بهذه القضيه. يعني اعذريني لي ان وقت البرنامج انتهى، يا ريت تبقون متواصلين ويانا، واول باول احنا راح نوصل شكواكم الى وزاره التعليم العالي والقسم الداخلي نفس المسؤولين، عسى ولعل ان يكون هناك التفاته للقضيه ويتم تحويلكم الى غير مكان الى ان يتم صيانه هذا المكان، هذا لا يمكن استخدامه. ان شاء الله نبقى متابعين قضيتكم اول باول. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام. في مال وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء. We'll be right back.